يا ريكروت شو بتسووا؟ خلصتوا المونة يا كواريط يا خراب بيتك يا صفية. مالك مالك، مش قلتي وقفت التقشف وسياسة زيت والزعتر؟ مزبوط. طب مالك فاتي فارعة دارعة، خليني احتفل. يا ابن الحلال انا وقفت التكشف تبعنا، بس هسه منبلش التكشف اللي بدنا نسويه عشان الضيفة. تكشف عشان الضيفة؟ اي نعم يا حبيبي. خلص انا اعلن استسلامي وخضوعي لسياسة المجدرة والزيت والزعتر، واقر واعترف باننا لاجئين وطارئين في بيت قريبتك المبجلة، ومن الان اعلن القرار العسكري التالي بان العيلة هاي ملهاش قعد بالبلد ولازم نهاجر. شو كبرت عزك الهي، وين تهاجر كبرت عزك؟ هي كده صارت الساعة، البنت تأخرت، صار وقتها. هو عاد صرعتينا في الست زبيد، اهدي اهدي اهدي. طب انصت انصت انصت، اي لولاها ولولا امها كان هسه احنا بالشارع. اوهو بدها تهلكنا تحميل جمايل، هو من قليل بدها هاجر انا والولاد. كبرت عزك، وين بدك تهاجر؟ كنت بدي احكي معك بخصوص المي. ايوه المية، انا كلبي نكزني من موضوع المية، بس قلت يا بنت مش وقته هسه. الصراحة انا وصيت ابو زكي اللي كان يجيب لنا مي بالدار القديمة، وصيته اعتنك مي وقلت له بحاسبك اخر الشهر. تحاسبه اخر الشهر من وين؟ كبرت عزك، اقطع من لحمي وانطيه. هون المشكلة، كنت معتمد على ابنك النضوي ياخذ راتبه. طيب جمل، مالك التجمت؟ يما انت بتعرفي انا قديش بحبك. يعني هو صارت شوية مشاكل مع المدير وهو قرر انه ما يصرف لي راتب هذا الشهر. يا حبيبي منور ابو فؤاد.